ضمن جهود إعادة توطين العوائل المسيحية والمكونات الأخرى في مناطقهم الأصلية، يواصل رجال الدين في محافظة نينوى جولاتهم ومباحثاتهم مع الجهات الحكومية لبحث إعادة أبناء المكون المسيحي إلى الموصلة. شهدت سنوات السيطرة الداعشية الإرهابية إفراغا قسريا لمحافظة نينوى من المسيحيين عن بكرة أبيها، لتكون العودة بعد تحرير المحافظة خجولة وداخل سهل نينوى فقط. يسعى اليوم رجال دين مسيحيين من خلال جولات مكوكية مع جهات حكومية لبحث عودة أبناء المكون إلى داخل مدينة الموصل. وزارة الهجرة والمهجرين متبنية مشروع إعادة كافة النازحين، ومعالي الوزيرة ما مقصر بهذا الموضوع، أتوقع هناك دعم حكومي بضرورة عودة النازحين المسيحيين كان داخل العراق أو خارج العراق إلى محافظة نينوى، إلى سكناهم، لأن مثل ما قلت لك مدينة محافظة نينوى في سيفساء تمثل كل أطياف الشعب العراقي. مرحلة الإرهاب انتهت هنا في نينوى، لتتصدر المحافظات العراقية في استتباب الأمن وتوفر فرص العمل، لذا تنطلق دعوات متزامنة مع الجهود الدولية ووزارة الهجرة والمهجرين من أجل إعادة توطين العوائل المسيحية والمكونات المجتمعية الأخرى في مناطقهم الأصلية. مرحلة الإرهاب وما خلفه من عنف وتطرف هي مرحلة خاصة بفئة معينة كانت تريد أن تخطف الجميع، تخطف الدولة العراقية، تخطف المكونات والأقليات، وتخطف مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. تم إنهاء هذه المرحلة وعودة الأمور إلى نصابها، بالتالي اليوم محافظة نينوى محافظة شاملة وجامعة، وفيها المسيحيين والمسلمين والإيزيديين والعرب والأكراد والشبك والتركمان، وفرص العمل موجودة والنشاطات المشتركة موجودة والزيارات المتبادلة موجودة. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المسيحيين في نينوى قبل عام 2014 كان يبلغ 138 ألف نسمة، فيما لم يعد منهم بعد انقضاء عمليات التحرير سوى أقل من 30%، معظمهم بمناطق سهل نينوى ذات الأغلبية المسيحية. من كنيسة مار بولس في الموصل، عمر القاسم، الرابعة.